الشيوخ اللي ما وقفت تشرف ونود قالت وفيها رجال وابو بدر اللي ربع بجنوبه محزم الضامن يا ضعف عبال وان ذكرنا رعي الوقفه الثقيله بالرمي سعيد ميزان العداله الشجيع بحبل ابو ساطي علي فجد زاد النور نور عطيه للطيبه والوافيه يرقالها والليله فرحتنا كبيره ما توصفها الشعور وضيوفنا اللي شرفتنا الله يجمل حالها وضيوفنا اللي شرفتنا الله يجمل حالها يا مرحبا ترحيبة مني على كل الحضور اقولها ومعزب الرحمن قبل قالها يا مرحبا باسم النشامى عزوتي لدى النمور العزوه اللي في المعارك ثابته تفعلها والعزوه اللي في المعارك ثابته تفعلها يا مرحبا ترحيب وفي ما يجي حاله قصور على الشحم والدله اللي دايرا فنجالها من بعدها في ملحق وما الفعل ماني بمعذور يا لعود كل الطاله بالشجاعه نالها ما قف دايم جسور وليا حضر للكايدات حلها حلالها ما مات صقر العز منه مخلف لا صقور الستة اللي في الشجاعة وافيا مكيالها الستة اللي في الشجاعة وافيا مكيالها نسل الشيوخ اللي لها تاريخ واضح ما يبور من عهد جابر وابن جابر والمكاسب فالها وابو سعيد رمحلة في العز يشهد له التاريخ كم قال صاحب طلا يشهد له التاريخ كم قال صاحب طلا شيوخ لهجة المواقف للعدو قصة نحور كم عين تلطمها وتعميها وتقسم مالها وامدح علي شيخ الشيوخ موفيا كل الامور العرف عمه والمراجل والفعايل خالها يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا سلام رده من ضمير صافي قدر الرجال أهل القلوب الحية ندى ندى للضيف نارا حية زبن الدخيل وتو من المختافي
يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا زبل الدخيل وتومن المختار سلام رده من ضمير صافي قدر الرجال أهل القلوب الحية ندى ندى للضيف نارا حية زبن الدخيل وتومن المختافي يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا زبن الدخيل وتومن المختافي من هاجس ما يصرف إلا صافي يصرف ذهب يسوى مية ربية وطلحات ربعه يحتمون الهية واللي حضر يسد في المقافي يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا من هاجس ما يصرف إلا صافي يصرف ذهب يسوى مية ربية وطلحات ربعه يحتمون الهية واللي حضر يسد في المقاف يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا مرحبا والمدح جايد فيكم واللي مدحكم صدق ما يظلمكم سموا الطلوح بالوفا نعرفكم زبن الدخيل ليتزبن فيكم يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا زبن الدخيل ليتزبن فيكم يا مرحبا والمدح جايد فيكم واللي مدحكم صدق ما يظلمكم سموا الطلوح بالوفا نعرفكم زبن الدخيل ليتزبن فيكم يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا زبن الدخيل يا ربعنا ربي يبارك فيكم وسعنا في الأيام ما نعدمكم غير الوفا والطيبة ما جاء منكم والله لا يبلينا ولا يبليكم يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا زبن الدخيل يا ربعنا ربي يبارك فيكم يا ربعنا ربي يبارك فيكم وسعنا في الأيام ما نعدمكم غير الوفا والطيبة ما جاء منكم والله لا يبلينا ولا يبليكم يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا سلام يا قوم دعتنا ندى ندى قوم الحمية وسهمها فيها المنية ندى ندى لهذيل حصنا يا لا لا يا لا 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 وسهمها فيها المنية ندى ندى لهذيل حصنا يا لا 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 ل
وسهمها في هالمنية ندى ندى لهذيل حصنا واحنا ليا جينا عرفنا طلوحنا احنا كل هيا من العصور الاولية عدونا يحزى ثقلنا يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 عدونا يحزى ثقلنا واحنا ليا جينا عرفنا طلوحنا احنا كل هيا من العصور الاولية عدونا يحزى ثقلنا مرحبا حياكم الله أبقاكم الله يحييكم يا مرحبا البقى يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا سلام يا اللي في اللزوم الصعبة رجال من دور لهم يلقاهم الله يرحم شايبا ربهم وهم على نهجه مشوا في دربه يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا لا يا نهجه مشوا في دربه سلام يا اللي فاللزوم الصعبة رجال من دور لهم يلقاهم الله يرحم شايبا ربهم وهم على نجم مشوا في دربه يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا وهم على نجم مشوا في دربه جبنا الوفا حسب الوفا والصحبة ما هي خسارة الطيبة في شرواهم واحنا قبيلة ما حدا يقواهم يا لا 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 يا لا يا لا جبنا الوفا حسب الوفا والصحبة ما هو خسارة الطيب في شرواهم جميلة قوة ما حدا يقواهم حربة على الحرابة واكبر حربة يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا يا مرحبا ما بعد هلا سمن وسمين وعلم صين اللي دعاكم ما هو هين رتب لي حفل ثم حي يا لا 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 يا هلا هلا يا مرحبا ما بعد هلا سمن وسمين وعلم صين اللي دعاكم ما هو هين رتب لي حفل ثم هلا يا لا 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 اهل
المواقف ما تخلى في كل ميقاف تبين والعلم يا الأجواد بين وقت الشقا قفا وولى أهل المواقف ما تخلى في كل ميقف تبين والعلم يا الأجواد بين وقت الشقا قفا وولى يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 سلام يا اهل الحفل جينا قدر الصحيب اللي دعانا وبالعزيمه ما نسانا واحنا كذلك ما نسينا يا لا 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 واحنا كذلك ما نسينا سلام يا اهل الحفل جينا قدر الصحيب اللي دعانا وبالعزيمه ما نسانا واحنا كذلك ما نسينا يا لا 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 واحنا كذلك ما نسينا سلام يا اهل الحفل جينا قدر الصحيب اللي دعانا وبالعزيمة ما نسانا واحنا كذلك ما نسينا يا لا 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 واحنا كذلك ما نسينا جينا على تقوى ودينا ناخذ مع العالم مدانا ما قلنا والله ما مدانا والحمد لله ما علينا يا لا 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 يا لا 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 يا لا جينا على تقوى ودينا ناخذ مع العالم مدانا ما قلنا والله ما مدانا والحمد لله ما علي مرحبا حياكم الله حياكم الله يا مرحبا الله يحييكم يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 سلام فلل الفضيلة عني وعن روس القبيلة سموا بني قرع ذاتي اللي مواقفهم ثقيلة يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 اللي مواقفهم ثقيلة سلام فلل الفضيلة عني وعن روس القبيلة سموا بني قرع ذاتي اللي مواقفهم ثقيلة يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 اللي مواقفهم ثقيلة جينا على ساق الدليلة ما فيها حاجة مستحيلة تاريخنا قيل وباتي كم كم وكم يوم وليلة يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 جينا على ساق الدليلة ما فيها حاجة
ليله تاريخنا قيا الوباتي كم كم وكم يوم وليله يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا لا الأوله من فكرتي وابداعي يا مرحبا من عقل صاحي واعي اقولها باسمي وباسم الداعي واسمي قبيله كلها بالكامل اللي على طول السنين تعامل وشيخها لاهل القدام رجاعي الأوله من فكرتي وابداعي يا مرحبا من فكرة صاحي واعي أقولها باسمي وباسم الداعي واسمي قبيلة كلها بالكامل اللي على مر السنين تعامل وشيخها لأهل القدام رجاعي يا لا 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 يا لا ترحيب بالمطيرة والرباعي والخيري والمحسن الفزاعي والحامدي والحبكلي مضاعي والساري والدعجان والي كامل واللي عجز تحصي عددكم كامل أجل أجل الله اللي عجز تحصي عددكم كامل العذر لا يشرى ولا ينباعي يا لا 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 يا لا لا يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا العذر لا يشرى ولا ينباعي ترحيب بالمطيرة والرباعي والخيري والمحسن الفزاعي والحامدي والحبكلي مضاعي والساري والدعجان والي كامل واللي عجز تحصي عددكم كامل الشي العذر لا يشرى ولا ينباعي يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا سلام يا أهل الحفلة الرسمية والضيف رسمي والمعزب رسمي سلام يا سلام يا أهل الحفلة الرسمية والضيف رسمي والمعزب رسمي سلام يا أهل الحفلة الرسمية والضيف رسمي والمعزب رسمي جينا على ضوء الأخير الحية والفارس النجمي يورث نجمي يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا والفارس النجمي جنا على ضوء الذخير الحياة والفارس النجم يورث نجمي مرحبا حياكم الله يا مرحبا السلام عليكم عليكم السلام مساكم الله بالخير جميعا الله يمسيكم بالنور والسرور اولا جينا مباركين ومهنين للعريس عطية الندوي ومعنا الواجب يجينا يستلمه حياكم الله من ممشاكم ألم الفلاكم مرحبا حل عد السهل حلة ذيل يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا
يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا المسلم لأخوها المسلم على هذي لفظ القبائل وانعم من حاضر الهجرة ومن ماضيها يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا تسليمة المسلم لأخوها المسلم على هذي لفظ القبائل وانعم من حاضر الهجرة ومن ماضيها يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا وإن قلتها ما هي خسارة فيها جوب النمور من المنيف المظلم سبحان من يعلم ومن لا يعلم يختم له حاجة مسمم فيها سبحان من يعلم ومن لا يعلم يختم له حاجة مسمم فيها يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 احنا عرب نحمي لحانا وانتم لي يا سر الدحانا سفيانا نيرانا نحريق يا لا 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 سفيانا نيرانا نحريق يا مرحبا قلت الحقيقة احنا عرب نحمي لحانا وانتم لي يا عسر الدحانا سفيانا تشبه للحريق يا لا 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 سفيانا تشبه للحريق النمر ابو الكف الطليقة هو بدا بالامتحانة واحنا عرب تدرج راحانا ليته رجع جوف الحديقة يا لا 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 يا لا 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 راح الحديقة يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا
يا لالي يا لا 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 يا لا 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 يا لالي يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا دام البقاء والصيد له حناشه لكنها هبت عليكم حياه واقول من دون الحما حمايه يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا دام البقاء والصيد له حناشة لكنها هبت عليكم حياة وقول من دون الحما حماية مر العرب فيهم عرب غشاشة يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا لا من قبل لا يخلق حسين الباشا الرأى النمر يغلب رمية الرماية كنه وربي من هلي وعزايه ولا رضينا له بموته لاشه يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا ولا رضينا له بموته لاشه من قبل لا يخلق حسين الباشا النمر يغلب رمية الرماية كنه وربي من هلي وزايه ولا رضينا له بموته لاشه مرحبا حياكم الله الله يحييكم الله يحييكم يا مرحبا يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 لي يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 سلام يا الروس الصليبة يلي مناسبها عريبة واللي احتمت شمس النهار شجعانا ما ترضى الغليبة سلام يا الروس الصليبة يلي مناسبها عريبة واللي احتمت شمس النهار شجعانا ما ترضى الغليبة واليا دع الداعي نجيبه نلم وفاه ثم نجيبه ولا دع عبد في المبارة بالأوله تقفي كسيبه وليا دع الداعي نجيبه نلم وفاه ثم نجيبه ولا دع عبد في المبارة بل أوله تقفي كسيبه بس عنده يا لا 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 يا لا 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 يا لا
لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا 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 مرحبا يا عز ليلة اللي ضوتنا بالعبيدي حديدة من مصنع حديدي قبيلة غطت قبيلة يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 قبيلة غطت قبيلة يا مرحبا يا عز ليلة اللي ضوتنا بالعبيدي حديدة من مصنع حديدي قبيلة غطت قبيلة يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 قبيلة غطت قبيلة تقول الأحرار الأصيلة حسبي على من فك قيدي والدم يجري في وريدي فصيلة واغلى فصيلة يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 فصيلة واغلى فصيلة تقول الأحرار الأصيلة حسبي على من فك قيدي والدم يجري في وريدي فصيلة واغلى فصيلة يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 سلامة من زنا الردودي يا حسن مبني في الحيودي جده بنا في حدا نايف مرسومة من يوم الجدودي يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 مرسومة من يوم الجدودي سلامة من زنا الردودي يا حسن مبني في الحيودي جده بنا في حدا نايف مرسومة من يوم الجدودي يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 مرسومة من يوم الجدودي جينا كما نون يا قودي خرج وله برق ورعودي أمطر على الدار الحفايف واسقى عسرها والسنودي يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 اسقى عسرها والسنودي جينا كما نون يا قودي خرج وله برق ورعودي أمطر على الدار الحفايف واسقى أسرها والسنودي مرحبا حياكم الله الله يحييكم استريحوا حياكم الله يا لا 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 يا مرحبا بك يا الأمير فهد كما قصر اليمامة والحمد لله في السلامة وكل عام انته بخير يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 وكل عام انته بخير جميلة مع خمس زهير معك لي يا يوم القيامة والروس هامة فوق هامة سيول جد العام غير يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا لا
الدنيا يوم القيامة والروسها ما فوقها ما سيولة جد العام غير يا لا 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 يا لا لا يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا ما قلتها مضحه ولا مجاني يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا لا يا لا 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 يا لا لا ما يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا ما قولها مضحه ولا مجاني يا لا لا ما انت بجفن زين المطاني انت بمرزل والله والله اسمع شرف العبد الله عبد الله ما قولها يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا ما انت بشيخ هذالة يا المعطاني انت امير هذالة والله والله واسمع كلام الحب كلي عبد الله ما قالها مضحه ولا مجاني يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 انت لا 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 يا لا 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 يا لا لا ما قالها ما انته بشيخ ذلا يا المعطاني انت اميره ذلا والله والله واسمع كلام الحبك لي عبد الله ما قالها مضحه ولا مجاني لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا انته بشيخ ذلا يا المعطاني انته بميره ذلا والله والله واسمع كلام الحمك لي عبد الله ما قالها مضحه ولا مجاني يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا ومعمد المسلم على النصراني قل له يا عبد الله المعلم قل له كثر العرم ما يقترن بالقله ومعمد المسلم على النصراني يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا ومعمد المسلم على النصراني ومعمد المسلم على النصراني قل له يا عبد الله المعلم قل كثر العرم ما يقترن بالقله ومعمد المسلم على النصراني مرحبا حياكم الله مرحبا بالكل والجميع عبده الله يحييكم استريحوا حياكم الله بسم الله الرحمن الرحيم لله الحمد على نعمائه وله الشكر على آلائه حمدا له على ما أنعم وشكرا له على ما أكرم حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه وشكرا يدوم بدوامه سبحانه لك الحمد يا ربنا حتى ترضى ولك الشكر على كرمك الذي لا يحصى أنعمت علينا بكثير من النعم وأكرمت وجدت يا ذا الجود والكرم أكرمتنا بالإسلام وجعلت لنا طريقة ونظام وسبيلا ومنهاج
فشرعت لنا الزواج، مبينا ذلك في كتابك العظيم ودستورنا القويم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ثم الصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين وإماما للمتقين وهاديا بإذنه إلى الطريق المستقيم ودالا إلى الخير والنهج القويم. أرشدنا على طريق الفلاح وحث الشباب على النكاح، وقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير ما نبتدئ به حفلنا هذا آيات بينات تنشرح لها الصدور وتطمئن بها القلوب مع القارئ مدخل أبن دخيل الله الندوي الهذلي، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. حضورنا الأعزاء في هذا المساء، المساء الجميل بكم والعاطر بقدومكم، يحتفل الشيخ علي بن رميح الندوي الهذلي وجماعته بزواج ابنهم البواردي عطية بن سعيد الندوي الهذلي، والذي اتصف وتميز بخير الصفات عند العرب صفة الرماية، وكان فارساً ورامياً لا يشق له غبار، تفوق في كثير من مسابقات الرماية، فهو بواردي ماهر وبه ربعه تفاخر. نعم، ربعه هذيل عسكر البارود فلا غرابة، فليس غريبا أن يخرج بواردي من قبيلة عسكر البارود. نقول لعطية كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. أيها الضيوف الكرام، نتقدم لكم بأجزل ترحيب يعبق منه أجود أنواع الطيب، ترحيب عند رجال من أكرم المعازيب، عند أهل الوفاء والكرم والعطاء والبذل والسخاء، عند قبيلة ندى أهل الكرم والندى، رجال يفرحون بضيفهم فرح الصحراء بالمطر، ويستبشرون بقدومه استبشار الرجل بابنه البكر. إذا كان للكرم عنوان فهم عنوانه، وإذا كان للميدان فرسان فهم فرسانه، يشهد بذلك كرمهم وحسن الاستقبال وشجاعتهم يوم الطعن والنزال. يصدق فيهم قول الشاعر: فهم الكرام إذا دعوت لنائل، وهم الرجال إذا دعوا لجلادي. نعم، قبيلة ندى اسم تربع على عرش الأمجاد، وتعلى وتصدر بالمعزة وساد. رجال على المكارم طبعوا،
وعلى المعزة اجتمعوا، رجال لهم السبق في مواقف الرجال، ولهم الصدر في كريم الصفات والخصال، تحلوا بجميل الأخلاق وعلى قدرهم على كل قدر وفاق. قبيلة ندى قبيلة من قبائل هذيل العريقة، إذا ذكر التاريخ رجال عز وشموخ، فقبيلة هذيل هم أهله أفراد وشيوخ. قبائل هذيل قبائل وقف لها التاريخ احتراما، وكان عليه أن يصدرها بين سطوره لزاما. ضيوفنا الكرام، نكرر ترحيبنا بكم باسم الشيخ علي بن رميح الندوي الهذلي، والذي نستمع إلى كلمة ترحيبية يلقيها نيابة عنه مدخل ابن دخيل الله الندوي الهذلي، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، نبارك لفارس هذه الليلة ونقول له كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. ضيوفنا الكرام، حللتم أهلا، طبتم وطاب مساءكم، وحل بالأنس لقاءكم، حللتم أهلا ووطأتم سهلا وتبوأتم من الجنة منزلا. باسم الشيخ علي بن رميح الندوي الهذلي، نرحب بكل من حضر حفلنا هذا من جميع القبائل، ونردد بيت الشاعر الذي يقول فيه: يا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا، نحن الضيوف وأنت رب المنزل. فإكرام الضيف وحسن استقباله من شيم الرجال، وقد حثنا على ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وامتثالا لأمر نبينا، لن نتفانى في إكرام ضيوفنا وتقديم ما يحوز على رضاهم واستحسانهم، ونسعى لراحتهم. فهنيئا لكل من حضر كرم الضيافة، وهنيئا لنا حسن الاستضافة. أيها الحفل الكريم، في الختام لا يسعني إلا أن أكرر الترحيب بالضيوف، ونترككم مع باقي فقرات حفلنا هذا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ضيوفنا الكرام، نكرر ترحيبنا بكم، ترحيب من أهل الدار لمن جاء من كل الديار، وكل من لبى الدعوة وجاء دون انتظار. ضيوفنا أهلا بكم، نقولها من أعماقنا نقية عذبة، تنساب حروفها من أفواهنا كالجداول والأنهار. أهلا بكم، نفرش بها الأرض التي وطأتها أقدامكم، ونرصف حروفها باللآلئ والمحار. أهلا وسهلا بكم، ما أشرقت شمس وتعاقب ليل ونهار. للشعر حضوره في هذه الليلة، كيف لا، والشعر منبعه هذيل، هم أهله ورواده وفحوله وأسياده. قصيدة ترحيبية مع الشاعر صالح ابن محمد الندوي الهذلي، فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. مساكم الله بالخير جميع، ومرحبا وحياكم الله. في البداية نهني العريس ونقول له كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. ما للضيوف إلا تحية وتكميل، غالين واللي لجلها الحفل غالي. يا مرحبا والكيف جوفا المعاميل، كيف لنا نحرق عليها الدلالي ونمد فنجاله ثقات الرياجيل، طبع لنا منذ السنين الخوالي. ويا مرحبا يا ضيوفنا وبركه، ليل ليل نجمعكم يا كرام السبالي. ويا مرحبا يا ضيوفنا وبركه، ليل ليل نجمعكم يا كرام السبالي. في قدركم يا ضيوفنا ندبل الكيل، وفي قدركم ننحر كبار الجمالي. ويا مرحبا بالليل فمرحبا هيل، عند النمور معربين الخوالي. العزوة اللي خصمها يشكي الويل، ويرد بها الضامي على كل جالي. العزوة اللي خصمها يشكي الويل، ويرد بها الضامي على كل جالي. متوارثين المجد جيلا بعد جيل، مجد الجدود مورث للعيالي. ورث الشيوخ الصارمين الحلاحيل، اللي تحل معقدات الحبالي. منهم عطية لاعتزى يعدل الميل، وخوه معطي يرتكي للثقالي. شيوخ منزلهم مع الجدي وسهيل، عالين بالامجاد والراس عالي. والهم من العزوة ليا غارة الخيل، قوم فعايلها تهز الجبالي. والهم من العزوة ليا غارة الخيل، قوم فعايلها تهز الجبالي. ربعي بني مرزوق ذباحة الحيل، وخصامها تشهد لها بالفعالي. فعل عليه شهود ما هو بقاويل، ويا الجابن اللي منعنا الوقت لاجي. واللي اعتزينا في ندى جوز رافيل، وحصونهم في هالذرة والظلالي. واللي اعتزينا في ندى جوز رافيل، وحصونهم في هالذرة والظلالي. وان كبرت الدعوة زهمنا لها هذيل، من اليمن حتى حدود الشمالي. درع الحجاز أمريعة مسرج الفيل، عن مطلبه ردوه والكف خالي. واختامها صلوا عدد مدرج السيل، على رسول من وصف الكمال. وسلامتكم. ضيوفنا، يتكرر الترحيب بكم على لسان الشاعر فواز بن حجلي الندوي الهذلي في هذه القصيدة، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالجميع، نرحب بكل الضيوف الذين شرفونا في هذا الحفل، ونخص بالترحيب سعادة الدكتور فهد المعطاني وكل من شاركنا من القبائل ومن حضر هذا الحفل شخصا شخصا. بصراحة لست بشاعر، ولكن هناك مواقف لا بد للإنسان أن يشارك فيها. فعريس هذه الليلة هو من أعلام هذه القبيلة، وأخوانه كذلك، لأنهم ورثوا الكرم والشجاعة والجزالة والنخوة من والدهم رحمة الله عليه. فلا أعرف رجلا في قلبه شيء من الكرم أو من الشجاعة أو من الإقدام أو من النخوة إلا وهو يكن الحب لهذه الأسرة الطيبة وهذه السلالة الكريمة. لذلك لم أجد نفسي إلا أن أشارك بهذه البيتين، هي مجرد مشاركة. أما الشعراء ففي القبيلة من يرحب ولديه أشعار ولديه أقوال، فلكن إن نالت إعجابكم فبها، وإن لم تنل فنطلبكم المعذرة مسبقا. مرحبا عندي قوم الوفا والزعمة، علي رميح اللي لهم علمي
شاهر مرحبا عند قوم الوفا والزعمة آلي رميح اللي لهم المشاهير. حتى اللحن الظاهر اني ضيعته. أهل الكرم والفعل وأهل الخصامة الله خلقهم قاهرة كل قاهر متقدمة بشيخ بليغ كلامه شيخا مع العربان باهر وظاهر حكيم شور وفوق راسه وسامه اخوانه اللي بالمكارم تجاهر جابر مع ديران راعي الشهامه ومسعود شيخا في الكرم بحر ناهر وعريس ذي الليلة رفيع مقامة عطيه ابن سعيد يا راس جاهر وعريس ذي الليلة رفيع مقامة عطيه ابن سعيد يا راس جاهر في المدح واذكر كل فارس جهامه محمد ومسعف عطاوي بوشاهر وصالح اسد ومروع عن كل هامه للخصم عوقول الخوي ظل باهر عيالي من يمدح ليوم القيامة عسهل الجنة وبين المزاهر عيالي من يمدح ليوم القيامة عسهل الجنة وبين المزاهر في جنة فيها الفرح والسلامة وتستاهل الجنة الرجال المشاهر وصلى الله وسلم لخير الأنامة محمد اللي طاهر النسل طاهر وسلامتكم. لازلنا متواصلين مع الشعر ومع شاعر تميز بشعره القوي وصوته الشجي مع الشاعر فالح ابن عيد الحساني الهذلي فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حي الله الجميع عن قبيلة ندى الرجال أهل الوفا والكرم ونبارك لفارس هذه الليلة ونقول له كما قال الرسول بارك الله لكما وبارك عليكم وجمع بينكم في خير. وهذه قصيدة مختصرة بهذه المناسبة. يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا لا لي يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 مرحبا عند جيد يغمر الضيف جوده عدي ما سار إلى الأجواد ضيفنا صاح عدي من عدي ما سار إلى الأجواد ضيفنا صاح عدي من كرم الضيفان من طيب عوده عندي من كرم الضيفان من طيب عوده
الصفات الحميدة بن سعيد احتواها رعي البوردة والطايلة من جدوده كمل حازت الاهداف قام ورماها رعي البوردة والطايلة من جدوده كمل حازت الاهداف قام ورماها من رجال عظيم المجد دايم تروده من نادى معتلي بين العرب مستواها كم عدو انت ضده لين تمحى وجوده بل بلاجيك والبرنو من القاشره من قلوب النمور ومن قلوب السوده سعت الحار بفالميدان يبهر لقاها من رجال الحمية والفعول محمودة من رجال الحمية والفعول محمودة يحتمون الدخيل جراها في حما حصن من ربعي الهذلان يحمي حدوده معتلي قنة قرب النجوم وسما شيخهم فالمواقف شيخ باذل جهود بالرميح الذي البنية يعزز بنا راسي قاسي على شدة وربعه عضوده راسي قاسي على شدة وربعه عضوده نعم بالعز وهاللي ما تشقر عصاه من هذي الاهل تاريخ ثبت بشهوده والكتب تعطي الاخبار للي قراها كم منهم صحابه للرسول في عهوده ولا حديث منهم كم صحابي رواها ولا حديث كم منهم صحابي رواها فالفتوحة تدين الحق صاروا جنوده مع محمد رسول الله ترفع لواه وهل الشعر مثل الجم صافي عدوده والفصاحة ما بين الناس ميزة لغاها والقبائل ونعموا بالفعول معدودة كل قوم فعل ما الطيب تاخذ مداها نحمد الله على خيره وفضله وجوده تحت ظل الملوك اللي يذري ذراها عزوة لي سعودا للوطن عزوة لي سعودا لوطننا تسود بالشريعة وسيف الحق يقهر عداها
واختم القول باللي صادق في وعود يا صلاتي على المبعوث بالخير طه يا صلاتي على المبعوث بالخير طه وسلامتكم. صح لسانك. نعود إلى النثر، ومع من إذا حضر في المحافل أعلى من شانها وزاد من قدرها اقترن اسمه باسم قبيلته لحبه وغيرته عليها، فهو لا يألو جهدا في خدمة رجالها. دكتور الأدب وشيخ الأخلاق، رئيس الرابطة العربية للثقافة والفكر والأدب، ورئيس مجلس إدارة مجلة لسان العرب الدكتور والشيخ فهد بن سالم المعطاني الهذلي، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، مشايخ قبيلة الندويين من هذيل، الشيخ علي بن رميح الندوي الهذلي، مشايخ الندويين من هذيل، مشايخ هذيل، مشايخ القبائل، رجال الفكر، رجال العلم، رجال الأعلام، رجال الأعمال، رجال الدولة رعاها الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبارك ونهني لفارس من فرسان هذيل عرف بأنه رام ومن خيرة الرماة، بواردي من بواردية هذيل. نحتفل هذه الليلة بزواجه الشاب والبواردي الهذلي عطية بن سعيد الندوي الهذلي. لا تستغربون أن هذيل أهل الرماية، قال عنهم الأصمعي الذي عاش مع هذيل في عهد الشافعي عندما عاش مع هذيل وتعلم الفصاحة، قال الأصمعي: إذا وجدت هذليا ولم تجده راويا ولم تجده شاعرا ولم تجده راميا ولم تجده عداء فلا تنتظر منه خير. لذلك هذيل هم أهل هذه الصفات من عصر الجاهلية إلى اليوم وإلى يوم القيامة. نحن نعلم ونعرف عن فرسان هذيل عبر التاريخ في الرماية، والرماية تشكل شيء كبير البواردية عند هذيل. لذلك فابن عمه عوض ابن صميل الندوي الهذلي الذي عرف دائما بفوزه وارتكازه وتركزه في المرتبة الأولى في البواردية، وأيضا البواردية من قبيلة الندويين عرفوا عبر التاريخ. أنا لا أنسى الشيخ والبواردي والفارس سليم الغاوي الندوي الهذلي، سليم الذي عرف بذابح النمر قبل 100 عام تقريبا، ذابح النمر من كثرة ذبحه عرف أيضا بذبحة النمر. ولا أنسى أن في هذا العصر عاش أيضا الفارس والشيخ والبواردي رزق الله الحبكلي القارحي الهذلي الذي راهن أقرانه، قال: أنا مستعد أن أذبح النمر من عينه، أضرب الرصاصة في عين النمر. فكانوا مستغربين، وفعلا ذبح النمر من عينه والرصاصة جات في عين النمر وذبحت النمر، ويمكن القرح والحبالكة
يعرفون الكلام ذا والناس الحاضرين، فكان فرس لا نستغرب أنه ذيل تذبح النمور أو تذبح الذياب عبر التاريخ. لذلك فجبير المطرفي الهذلي ذابح النمر، لو كان يعلم جبير أن اللي أكل نياقة المفاريد أنه نمر كان يتعامل مع النمر بمتعامل آخر غير التعامل ذا، لكن كان في المجهول. ولا الهذلي دائما يعرف عبر التاريخ سواء تعامله مع النمور أو مع الذئاب. لا أنسى الشاعر الكبير شاعر الحكمة عبد الله الطلحي الهذلي، وسمي ذابح الذيب ذبح ذيب مأبد، وسوى فيه قصيدة قبل 30 سنة يمكن تدرون عن الكلام ذا، والقصيدة كان فيها حوار بينه وبين الذيب. ومن رجع إلى ديوان العبد الشاعر الكبير شاعر الحكمة عبد الله الطلحي الهذلي يلقى القصيدة في ديوان عقود القوافي، قصيدة بينه وبين محاورة بينه وبين النمر، لأنه بعد بينه وبين الذيب، لأنه بعد ذبح الذيب التفت له وشاف نيابه أنياب الذيب وشرهي بدانيه وتحسف على ذبحه، قال لا لك دم عندي ولا لي دم من عندك يا ذيب، وأنا كنت ولدي اللي شجعته أقول خلك مثل الذيب واليوم أذبحك. لذلك القصيدة جميلة ولا غريبة في هذيل أنهم يذبحون النمور والذياب عبر التاريخ. هم فرسان العرب، هم صناديد العرب في الجاهلية، صخر الغي الهذلي، المعطل الهذلي، المنخل الهذلي، صخر الغي الهذلي. في الجاهلية لم يترك دم لهذيل إلا أخذ القصاص بيده قبل لا تغرب الشمس. عرف التاريخ تاريخ هذيل بفرسانها وبشجعانها، تكلم التاريخ عن هذيل. من قرأ تاريخ العرب عرف هذيل، ومن لا يعرف هذيل لا يعرف العرب ولا يعرف التاريخ ولا يعرف الأمجاد. لذلك هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أكثر من 700 صحابي وصحابية، وعلى رأسهم عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه كاتب الوحي وأول من جهر بالقرآن الكريم وسادس من أسلم بالصحابة، وأيضا هم الذين شاركوا في الفتح الإسلامي في مشارق الأرض وفي مشارق الأرض ومغاربها، سموا بعسكر البارود، وما سموا بعسكر البارود إلا لشجاعتهم. وعسكر البارود النخوة لهذيل دون غيرها من القبائل، وأما أي قبيلة تتصف بعسكر البارود فهذه صفة تناط بهم وليست هي النخوة الأساسية لهم. أي قوم شجعان يقولون عسكر البارود، لكن النخوة الأساسية لهذيل ذكر الشاعر القارحي في عهد عون الرفيق، وكثير من القراء يفهمون أبياته، ذكر يوم دخل على عون الرفيق قال عسكر البارود يقصد هذيل عام 1280 للهجرة في عهد عبد الله بن عون، الشاعر اللي دخل على عبد الله بن عون وقال عسكر البارود يقصد هذيل، حنا عسكر البارود. الباشا التركي يوم جاء في جدة ورجعوا بعد معركة خندمة اللي كانت بين هذيل وبين الأتراك، قبيلة وقفت في وجه الأتراك في خندمة وذبحوا وقتلوا أشد قتلة، حتى رجع منهم سرية إلى جدة على الباشا التركي قال من اللي ذبحكم؟ من اللي ذبح جندنا؟ قالوا عسكر البارود يقصد هذيل. لذلك فهي لهذيل دون غيرها عسكر البارود. وهم سموا درع الحجاز لوقفتهم ضد الغرامطة، قتلوا أكثر من 30,000 قرمطي حتى امتزجت دماءهم بماء زمزم، فسموا درع الحجاز. هم ذئبان العرب، هم صناديد العرب، هم أكراد العرب، يقول التاريخ عن هذيل، ولم تقل هذيل عن نفسها شيء. من قرأ كتاب تاريخ هذيل لأحمد الجدع يعرف ذلك، من قرأ كتاب بنو هذيل للدكتور عبد الرحمن بن سعاف اللحياني يعرف ذلك الهذلي، من قرأ كتاب هذيل بين الجاهلية والإسلام للدكتور جواد الطيب يعلم ذلك، من قرأ كتاب هذيل بين لغة هذيل للدكتور جواد الطيب يعلم ذلك، من قرأ كتاب لغة هذيل للدكتور عبد الرحمن إسماعيل يعلم ذلك، من قرأ كتاب الأسلوب والأسلوبية عند هذيل يعلم ذلك للدكتور محمود النتشة، من قرأ تاريخ هذيل في الأندلس
حسان بن يسار الهذلي حاكم قرناطة الشرعي، ذكر ذلك كتاب عين الأدب والسياسة في زين الحسب والرياسة لأبي الحسن الهذلي من هذيل الأندلس. عبد الله بن حويش بن سلم الهذلي حاكم سرقسطة الشرعي، وذكر ذلك عنها، ذكرت عنها الكتب. كتاب حلية الفرسان في شجاع في شعار الشجعان لأبي عبد الرحمن الهذلي من هذيل الأندلس يذكر خيل هذيل ويذكر انفعالها ويذكر أشكالها، فوصفها بكبرة إحجاج العين وتباعد اللحيان عن بعضها اللحي وتناسب الجسم وتشرهبة الأذان وانسيابة الخيل في جريها، فذكر خيل هذيل في كتاب شعار الفرسان في شعار الشجعان، حلية الفرسان في شعار الشجعان. لذلك هذيل التاريخ تكلم عنها، قبيلة عظيمة، قبيلة تفخر بها العرب وتفخر بها الأمة، قبيلة شاركت في الفتح الإسلامي من مشارق الأرض إلى مغاربها. نحن هذه الليلة عند قبيلة الندويين من هذيل، وأنا حضرت الليلة مع قبيلة القرح ابناء عمي، أعتز بهم وأعتز بمشايخهم وأعتز بشعرائهم وأعتز برموزهم، الشيخ والشاعر الكبير عتيق القارحي الهذلي أبو ثامر اللي له مواقف مع القبيلة، سواء مع قبيلة القرح ومع القبائل الهذلية كلها، والشاعر الكبير عبيد الله القارحي الهذلي، والشاعر عطالله القارحي الهذلي، والشاعر حامد القارحي الهذلي، وأيضا الشاعر عبد الرب القارحي الهذلي، وأيضا الشاعر اللي ما أنساه يذكروني الربع به، لكن كلهم شعراء وكلهم بلقاء وكلهم فرسان، واعتز بمشايخهم واعتز بحضوري معهم هذه الليلة. والله إنه ناموس لي وعزة لي وكرامة لي أن أقف في صف، في أي صف من صفوف قبيلة هذيل العريقة، قبيلة هذيل اللي يحمل دم دمي، كل ذرة دم لهذه القبيلة، وأحملها في قلبي أينما سرت واعتز بها. وإذا تحدثت في المنابر عن هذيل أعتز بها وأتحدث بجميع جوارحي، لأنها قبيلة أعتز بها ويعتز بها التاريخ. لا أنسى الشيخ خبيط بردود الندوي الهذلي، وأبوها الشيخ ردود كان بيني وبينه لقاء عام 1400 هجريا، كان عازمنا في بيته وجاب حجج قديمة لهذيل ووثائق صلح لهذيل، ورناها ورانا أيضا تراث البندق العصملي، ورانا الريال الرشيدي والريال المجيدي، ورانا أشياء كثير، وكان يتحدث عن هذيل الذين شاركوا في حرب معان. وأنا سمعت بإذن ذي وجلست معه، يمكن أبنائه الشيخ خبيط يعلم وأبنائه يعلمون عن ذلك، فكان بيني وبين اللقاء اعتزيت به. تعدى عمره 100 سنة وكان رجلا واعيا يتحدث عن التاريخ وعن تاريخ هذيل وعن فرسان هذيل وعن الذين شاركوا في حرب معان وشاركوا في جميع المشاركات، وكان يتحدث عن فرسان الندويين خاصة ويتحدث عن فرسان هذيل عامة. الشيخ علي ابن حامد الندوي الهذلي، الشيخ علي ابن حامد الندوي الهذلي، وهو علم من أعلام الندويين وعلم من أعلام هذيل، تعتز به هذيل. ونبارك لابنها الشيخ عليان، عليان ابن حامد ابن علي ابن حامد الندوي الهذلي على حصوله على الختم امتداد لوالده. نسأل الله لوالده طول العمر، ونسأل الله له طول العمر وخدمة القبيلة، خدمة شرف وخدمة القبيلة، عزة وكرامة لمن يخدمها سواء شيخ القبيلة أو غيرها. لذلك أنا في الليلة عند الندويين، والشيخ لا أنسى الشيخ حجلي الندوي الهذلي، ولا أنسى الشيخ زمام الندوي الهذلي، ولا أنسى الشاعر والشيخ عطاوي الندوي الهذلي، ولا أنسى الشيخ علي بن رميح ورميح من أسماء هذيل الضاربة عمق التاريخ. لذلك فنحن نعتز بأسمائنا ونعتز بمشايخ هذيل. وأيضا لا أنسى من شيوخ
الندويين الشيخ أحمد بن مبارك الندوي والشيخ مرزوق بن سليم الندوي الهذلي والشيخ سويلم بن سليم الندوي الهذلي ولا ننسى الشيخ والشاعر عنيبر بن معطي الندوي الهذلي والشاعر سعد بن رده الندوي الهذلي والشاعر سفر بن عطيان الندوي الهذلي والشاعر الكبير قشيمع بن سالم الندوي الهذلي ولا ننسى الشاعر الكبير هويشم ابن حمادي الندوي الهذلي ويا ندويين ويا هذيل هذا علم وهذا رمز من رموز هذيل تعتز به هذيل كلهم بالشاعر الكبير هويشم الندوي الهذلي لأن حضر معنا في كثير من المحافل القبائل الأخرى عند سليم وعند غيرهم والله شرفنا بقصائده وبكلماته اللي فيها عزة وفيها كرامة وفيها تاريخ لهذيل ولا ننسى الشاعر فهد ابن غويلب الندوي الهذلي والشاعر فهد بن غويلب الندوي الهذلي إعلامي وشاعر ونحن نعتز بذلك ولا ننسى أيضا البواردي عوض بن صميل القارحي الهذلي الذي أعطى الراية عريسنا هذه الليلة أي عريسنا هذه الليلة وقبيلة الندويين من هذيل فخر لهذيل وفخر للعرب وعريسنا هذه الليلة رجل أعمال وفارس من فرسان هذيل وأيضا من البواردية الأوائل في هذيل نعم ولا ننسى أيضا أنه ناسب ابن عمه وخوال عياله في المستقبل إن شاء الله الشيخ علي بن حامد الندوي الهذلي وعياله وأنا أقول في أكثر من محفل الهذلي واجب أن يأخذ الهذلية وهي شعر من وجه الرجال وهي الضلع الأوسط من ضلوعه وهي رقعة من الثوب ورقعة من الثوب ما تبيده وإذا انحد الهذلي أن يأخذ من أي قبيلة من خارج القبيلة يجب أن يأخذ من قبيلة متكافئة مع قبيلته في النسب وفي الحسب وفي التاريخ وحنا في مكة تعلمون كثير من الجنسيات اللي تحضر سواء قبائل أو غيرهم لا نعرف أنسابهم ولا نعرف أحسابهم يجب أن نحذر يجب أن نحذر قدوتنا الرسول اللهم صل وسلم عليه يقول اختاروا نطفكم فإن العرق دساس وقال أنا خيار من خيار من خيار ومن هم الخيار هذيل أجداد الرسول ويلتقون مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الجد الخامس عشر وهم أجداد الأمة وأجداد الأبيه وأخوال الأمة وأخوال الأبيه وهم عترة الرسول وهم قبيلة الرسول وهم الذين حملوا الإسلام على أكتافهم في مشارق الأرض وفي مغاربهم يجب على هذيل أن تحافظ على دمائها تحافظ هذيل على دمائها الدماء الحرة لا يعطي الرجل ولده إلا بيوت طيبة ذات نسب وذات حسب سواء في هذيل أو في غيرهم حافظوا على أنسابكم حافظوا على أشعار أجدادكم على تاريخهم على قيمهم عسكر البارود تزرع في نفس الطفل الصغير حنا جينا تونس وهذيل تونس أكثر من 2 مليون نسمة العام الماضي في شعبان كثير من اللي خاوون يدرون الكلام ذا صغار من عيال هذيل إذا سألت الولد قلت شو اسمك قال أنا هذيلي ودم من يغلي هذلي ودم من يغلي ولد عمره 7 سنين في أقصى تونس ليه؟ لأنه امتداد للعرب الأوائل هذيل الحجاز إذا كان إن هذيل تونس في عام 24 هجريا شاركوا في الفتح الإسلامي عددهم 14,000 خرجوا من هذيل إلى تونس شمال أفريقيا وهم الذين ذبحوا قسطنطين الثاني في معركة ذات الصواري لهذيل لا أنسى أيضا الشيخ القليل الندوي وهذا كان كريم وكان يشعل النار لضيوفه وكان ينحر الإبل لضيوفه نعم ولا ننسى أيضا الشاعر صالح الندوي ونحن نعرف صالح شاعر منبري وإعلامي وصاحب قصائد عملاقة وقصائد قلائد جميلة وله غريب على قبيلة الندويين من هذيل فهم أهل الفصاحة
وأهل الشعر وأهل الرماية كتب وتحدث التاريخ عنهم. ولا أنسى الشيخ سعد ابن مردد العيافي الندوي الهدلي، أنا اعتز بقبيلة الندوي من هذيل، واعتز بقبيلة القرح من هذيل، واعتز بكل قبائل هذيل والعبدة من هذيل وغيرهم من القبائل الهذلية. قبل يومين جو العبدة في حفل وهم يعلمون ذلك، دخلوا بأكثر من 50 ولد معشر كان أصغرهم 7 سنين وعشر سنين، صح ولا لا؟ في حفل كبير، والله يعجبت بهم، وإني كنت جالس في آخر المحفل على المنصة، وإني جيت وقفت بسيفي ورحبت بهم. ولا تدرون وش شعوري في ذيك اللحظة يوم شفت شباب هذيل متقلدين بنادقهم المقاميع، وأيضا يعشرون في الميدان ويعتزون بشجاعتهم وبفروسيتهم وبأجدادهم وبقيمهم وبشهامتهم. لذلك هذيل تحدث عنها التاريخ، ونحن نعتز بكل هذلي. وأنا تراي في خدمة القبيلة، في خدمة القبيلة. أنا إذا رحت الرياض لي مكان يعرفون هذيل، عندنا فندق ماخذين الهذيل، الفندق ندفع 50% في الفلوتيل لكل هذلي، ولا حد يدفع شيء، تراكم على حسابنا اللي يراجعون معاملاتهم في الرياض. نرحب بهم اللي جلستين في الفندق، جلسة بعد المغرب للعشاء، واللي جلسة الصبح والفطور في الفندق كل يوم، اللي زارونا وجونا للرياض يتابعون معاملاتهم أو يتابعون نقلة أو يتابعون وظائف يعلمون ذلك. استراحة في الرياض، والربع كثير منهم يعرفونها، 20 كيلو من الرياض يجونها أبناء هذيل من العسكريين والمدنيين كل ليلة بعد العشاء نجتمع فيها، يجتمعون مع بعضهم ويعرفون بعضهم هذيل. لذلك أنا في خدمة القبيلة، تراني فتلفوني 24 ساعة شغال، واللي يضيع التلفون يكلم الإعلامي والشاعر حسن بن فالح الحساني الهذلي. حفظت هذيل مكارم الأجداد عبر القرون حواضرا وبوادي، برجالها وبمالها وبمالها بين الخلائق من عظيم عيادي، فهما الكرام إذا دعوت لنائل، وهما الرجال إذا دعوا لجلادي، قوم النبي محمد وأرومة العرب ومعدن الأمجاد. والسلام عليكم. جادت قريحة الشاعر صالح الندوي الهذلي بقصيدة مدحا في الشيخ فهد المعطاني الهذلي، وحق لها أن تجود، فليتفضل. الحقيقة الدكتور فهد استاهل ملحمة مو قصيدة. يا هاجسي واكبر جبل قدامي، ماني مرخي نظرتي لقدامي، عيني على حر الرقال القمة واسمه على كل الأسامي، سامي يا مرحبا يا شيخنا قايدنا الفارس المقدامي، أنت يا أبو راكان ما حد غيرك. يا مرحبا يا شيخنا قايدنا يا الفارس المقدامي، أنت يا أبو راكان ما حد غيرك، أنخى قصيدي له وشد حزامي. دكتور أنت يا أبو راكان ما حد غيرك، أنخى قصيدي له وشد حزامي. دكتور في علم الأدب والحكمة ومشهور في هذيل اليمن والشامي، اسمك دكتور في علم الأدب والحكمة ومشهور في هذيل اليمن والشامي، اسمك كبير يكبر الله شانك، ومرقاك ما ترقى لها الأقزامي، أنت ولا غيرك، ولا قلت أنت، أنت الحليم محقق الأحلامي. أنت ولا غيرك، ولا قلت أنت، أنت الحليم محقق الأحلامي، وإن كان به شيخ أنت عد فعوله، فأنت الكريم الصارم الضرغامي، من دون قاصر في القبائل، لكن أنا وتفكيري وحس إلهامي متوافقين أنك في عالم ثاني عن عالم أهل الزوم والبهتاني. أنت هذلي وهذيل تفخر باسمك، اسمك علم ومحطم الأعلامي، يا شيخ كم منبر شهد لك، وأنت
تذكر هذيل وتعلم الانامي بمجادنا وافعالنا الرسميه وتاريخ ثابت طول هالاعوامي، تاريخ ثابت تشهد بهالعالم ولامحه صفحات هالايامي. حنا خوال المصطفى واصحابه ومنا حنا خوال المصطفى واصحابه ومنا جنود النصرة الاسلامي واهل الفصاحه والادب والحكمه وانجل مرامه في هذيل الرامي واهل الفصاحه والشعر والحكمه وانجل مرامه في هذيل الرامي وادابنا واخلاقنا معروفه فالمرقب العالي ولا ننظامي حفظت هذيل مكارم الاخلاق قد قلتها واعلنتها قدامي حفظت هذيل مكارم الاخلاق قد قلتها واعلنتها قدامي وانجل معاند كلنا في طاعك حنا حزامك في النهار الحامي ابشر بنا وانجل معاند كلنا في طاعك حنا حزامك في النهار الحامي ابشر بها وقولها واعلنها وله هذل اللي في اللزوم ينامي واقبل تحياتي انا الدوفاني واقبل تحياتي انا الدوفاني اللي علشانك قربت حزامي سلامتكم. اشكر الشاعر صالح الندوي الهذلي وانا هذيل قبيلتي واعتز بها واعتز بكل شعرائها وبكل ادبائها لذلك ترى هذيل عرفت عبر التاريخ ديوان الهذليين ألف عام 250 للهجرة أكثر من 250 شاعر في هذا الديوان لم يتأتى لأي قبيلة من قبائل العرب أن يؤلف في ذلك العصر عن ديوان عن شعرهم إلا هذيل اللي يذكر أخبارهم وأشعارهم كل هذيل وكل ما ذكر في هذا الديوان فيه فخر وعزة وكرامة وشجاعة ونخوة وهذيل نحن امتداد لآبائنا وأجدادنا نفخر به ونفخر بكل شاعر من شعراء هذيل يعتز بقبيلته ويعتز بأمجادها ويعتز بتاريخها. أنا لا أنسى الشاعر الكبير عبد الله الحبكلي القارحي الهذلي وهو شاعر وشيخ وأيضا عارفة من عراف هذيل. أنا نسيت أولية في سرد الأسماء ولكنني استدركت وأنا كل هذلي نسيتها الليلة لا أتحدث عنه ترى أنا أطلب العذر في ذلك علما بأن هذيل شعراءهم كثير فرسانهم كثير الرماة فيهم كثير وأيضا هذيل القبيلة الضاربة في عمق التاريخ قبيلة تعتز بها العرب وتعتز بها العروب ويعتز بها الإسلام ونحن نعتز بقيادتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله ابن عبد العزيز ومثل هذا الحفل يقوي اللحمة الوطنية ما بين القيادة وبين الشعب ويقوي اللحمة ما بين هذيل بينها بين قبائل هذيل لأن اجتماع مثل هذا اجتماع كبير وجمع غفير من شيوخ هذيل وعلمائها وأدبائها وشعرائها ورموزها من كل مكان هذا يقوي لحمة القبيلة ويقوي صف القبيلة ونحن نسعى لتقوية صف القبيلة هذيل في مشارق الأرض وفي مغاربها لأننا كلنا هذيل وكلنا عسكر البارود وكلنا درع الحجاز ونفتخر بذلك. شكرا. تأقزمت كلماتي وتكلكلت عباراتي أردت أن أتكلم عن الشيخ فهد ولكن تتأقزم الكلمات أمام هذا العملاق. لضيوفنا حق علينا في المشاركة ومع كلمة الضيوف يلقيها نيابة عنهم الشيخ سالم الجابري الهذلي عضو المجلس البلدي بالدائرة الخامسة فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله حمدا لا يتباهى والشكر لله سبحانه وتعالى على نعم تفضل بها وأعطاها والصلاة والسلام على خاتم البرية وأزكاها نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام وبعد
أصحاب السعادة، أصحاب الفضيلة، ضيوف هذا الحفل من جميع القبائل، وكل من وفد ضيفا عزيزا على قلوبنا، ولكم جميعا أقول أحييكم بتحية أهل الجنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما أحيي قبيلة الندويين من هذيل إلى أتى به اختيارهم لي لإلقاء هذه الكلمة، وإني والله لأتشرف بكم وأشكر لكم ذلك وأقدره. وفي هذه المناسبة وكل مناسبة عزيزة علينا لزاما علينا دائما وأبدا أن نوفي أهل الجمائل وأهل العطاء، أن نوفي أهل الجمائل وأهل العطاء ما لهم علينا دائما. فتكرموا واسمحوا لي أرفع باسم الجميع من هنا ومن خلال هذه الاحتفالية ومن خلال هذا المقام إلى مقام قمة العطاء ومكارمها، قمة هذا الكيان العظيم خادم الحرمين الشريفين سيد الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله، وإلى مقام سموه ولي عهده الأمين الأمير سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وإلى أميرنا العزيز على قلوبنا الذي ابتهجت به مكة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير مشعل ابن عبد الله ابن عبد العزيز حفظه الله. وحياكم الله أيها الجمع الكريم في حفل قبيلة الندويين من هذيل، فهم أهل الكرم وأهل الجود والطيب وأهل الوفاء، بل هم منبع الوفاء. ونبارك لفارس هذه القبيلة الشاب البواردي عطية الندوي الهذلي، ونقول له كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. ونشكر قبيلة ونشكر مشايخ وأعيان وأفراد قبيلة الندويين من هذيل على حسن الاستقبال وكرم الضيافة. وختاما أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بمثل ما جمعنا بكم في هذا الحفل أن يجمعنا بكم في الفردوس الأعلى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن نستمع إلى قصيدة من الشاعر حسان العبيدي سيف هذيل كما يلقبونه في الأطرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. الحقيقة أنا ما أحب أجي وأشارك بعد كلام الدكتور لأنه يضيع علينا كل شيء، وزاد الحقها ما شاء الله الشاعر صالح الله يوفقه بيضج وصح لسانه. نبارك للعريس ونقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكم وعليكم وجمع بينكم في خير. ويشهد الله في محافل الندويين إني أفخر، ويشوش راسي والله وشعري وهاجوسي والله أن يرتقي. سلام واحضر ساعة الميعاد، واللي حضرت احضور ما هو عادي، اقدم الجزلة وانا راعيها النار ناري والزناد زنادي. يقول: بدينا والقمر يفرد بساطه فوق سطح الليل، نلوح بالهواجس للشرف والعز والطالة، نجوم الليل تخجل لا بدا في الليل نجم سهيل، لها طلالة على مرباعة الجو ولها طلالة، وحنا ما نحلل والهواجس ما لها تحليل، نغني للجزل والهزل فالله
ولا فالو سلام الله سلام من ما يغني به ضعيف الحيل يقوله سيف ربعه يوم قلب اللاش ما قاله سلام الله سلام ما يغني به ضعيف الحيل يقوله سيف ربعه يوم قلب اللاش ما قاله على قوم النصر لا ثار في الميدان عج الخيل وجا في مقدم الغارات رجلية وخياله عضود المرجلة ربع الجمايل عامرين الكيل ولدهم ما ينقص عن فعول الجود مكيال لهم تاريخ يشهد بامتداد الفخر جيل وجيل ومواقيف تخفف عن صويب القلب غرباله ليا مني ذكرت البندقة والرمي والدربيل فهم للباردة والبندق أم حزام نقالة ليا مني ذكرت البندقة والرمي والدربيل فهم للباردة والبندق أم حزام نقالة ولا مني ذكرت الدلة الصفراء وريح الهيل فهم من يسبقون الضيف قبل يهز فنجالة ولا مني ذكرت الدلة الصفراء وريح الهيل فهم من يسبقون الضيف قبل يهز فنجاله كفو يا لي ندى والمجد فيكم عامر بالحيل خصوصا قلت مرزوقي يشيد العز تمثاله كفو يا لي ندى والمجد فيكم عامر بالحيل خصوص ان قلت مرزوقي يشيد العز تمثاله علي بالحرام ان اسمكم وحده شرف لهذيل وندري عن هذيل اهل الادب والشعر واجزاله علي بالحرام ان اسمكم وحده شرف لهذيل وندري عن هذيل اهل الادب والشعر واجزاله لان الاسم واحد في المواقف ترفض التشكيل تشكلها الثلاثه البيض يوم الردي داله وحنا كل ابونا من هذيل وللوفا تدليل على وضح النقا حيث النقا ما تقصر حباله وانا امنا العابد والعابد سيل يردف سيل وانا امنا العابد والعابد سيل يردف سيل ولدهم لا تقدم للمواقف يكفي لحاله بعد هذه تباريك الغلا والسعد والتبجيل على فرحة عطية بعد قام الفرح يبراله أنا أشهد والعرب تشهد على الأمداح فيما قيل لأنك من رجال المدح والمدح أنت تزهاله وتشهد لك ميادين الرماية والرمي تفضيل ليا حطيت مركز البنادق واستوى حاله تصيب اللي لك الله ما يصيب اللي لك الله ما يصوبها ردي وحليل وحي الكفو لا من حط مركاز وتراكاله روح انشد في عتيبه وانشد مطير وهل التمثيل وروح انشد في قريش وفي سليم وكبر القاله يقول ان رميه من عطيه دون حط وشيل تهد اكبر جبل لين الجبل ما توقف يقولون ان رميه من عطيه يقولون ان رميه من عطيه دون حط وشيل تهد اكبر جبل لين الجبل ما توقف اطلاله ولا هذه غريبه فنت مثل الفرع لك تاصيل ابوك اللي يظلل في بيوت العز بظلاله وعمك شيخ وافي وقفته تعدل بنهر النيل علي عز الله انه شيخ وافي ثبت افعاله وعمك شيخ وافي وقفته تعدل بنهر النيل علي عز الله انه شيخ وافي ثبت افعاله وجدك لا حصل في الموقف الغصاب عدل وميل يوازن موقفه من كلمته لا ميل عقاله شجاعتكم وراثه شجاعتكم وراثه والوراثه ما لها تبديل على مر الزمن تبقى وصات الاب لعياله شجاعتكم وراثه
والوراثة ما لها تبديل. على مر الزمن تبقى أوصات الأب لعياله، وأنا لا من مدح تمدح قوي الباس والحلحيل، ولا مجد ردي ولا ضعيف كثرة أمواله. فلو منتم كفو ما كان هاجوسي ثقيل ثقيل، وساقي إلى لمح بيت الكريم الكفو يعناله. أقوله واشهد أن أنتم رجال الفعل والتكميل، ولدكم وقفته بيضة تشرف عمه وخاله. مدحنا وادري أن المدح يقصر والقصيد بخيل، لكن أنتم سوات البحر الأحمر ويش يقواله. وأنا حسان سيف هذيل اللي في المرجلة تحصيل، وأنا حسان سيف هذيل اللي في المرجلة تحصيل، وأعرف أن الصقور ما نزلوه إلا بمنزاله. أنا بنتكم وفيكم وأنتم أحسنكم فخر لهذيل، حضرت ومثلي حضور الشرف ما يثبت لاله. ختمنا والختام يزين بالتكبير والتهليل، وصلى الله على سيد البشر واصحابه واهله. سلامتكم سيف هذيل الشاعر والفارس والرماي والبواردي حسان العبيدي الهذلي، تراه خدم الدولة رعاها الله، وهو من رجال الأمن، أخذ ثلاثة أوسمة ثلاثة أوسمة في الشجاعة وفي الرمي، وهو يستحق ذلك، ولقب سيف هذيل لقب يستحقه، وكثير من رموز هذيل أيدوا أنه هو سيف هذيل، فحنا نعلنها من هذا المنبر، فيستحق ذلك. لازلنا متواصلين مع الشعر، والشعر اقترن اسمه باسم هذيل، ونستمع إلى قصيدة مع الشاعر. عادل ابن وصل الله المطرفي الهذلي، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميع. صلاة عن نفسي ونيابة عن ربعي المطارفة من قبيلة هذيل، ما عليكم زود. أحب أن أبارك للأخ العزيز عطية بن سعيد الندوي بهذه الليلة المباركة، نسأل الله العظيم أن يبارك لهم وعليهم ويجمع بينهم في خير. الحقيقة القصيد إن طال معنا ما وفانا واحد حق هذيل، يعني سواء طال أو قصر، لكن حبينا نشارك بهذه الأبيات وإن شاء الله أنها تنال على روحهم. هابت هجوسي والمشاعر لها حس، من شاعر لو غاب ما غاب حسه، سلام مني عد ما تطلع الشمس، نور يبدد ظلمة الليل شمسه، في حفلة اللي دعوته تشرح النفس عطية، في حفلة اللي دعوته تشرح النفس، الطيب مبداها عسى الطيب لبسه، عطية ابن سعيد راعى المقبس من الندويين نابه ضرسه، الصاحب اللي لدبر الوقت وفلس، حطه على يمناك والباقي ينسه، بوردي بندق تبعد الرمس، ابعد هدف يرميه ويغيب رمسه، الصاحب اللي لدبر الوقت وفلس، حطه على يمناك والباقي ينسه، بوردي بندق تبعد الرمس، ابعد هدف يرميه ويغيب رمسه، تفخر ندى وهذيل ربع تنومه، سرجال في الميدان صلفه وشرسه، هذيل ربعي في المواقف لها درس، يشهد لها التاريخ ويطول درسه، يشهد لها التاريخ ويطول درسه، درع الحجاز ويشهد الترك والفرس، يوم الوجيه تروح غبرة وعبسة، يشهد لها التاريخ ما جابت الأمجاد بالكذب والهلس، يوم إن كل قام يفخر بنفسه، تاريخها مشهود ما يخلط لبس، ولا يلحقك في هذيل شك وحسه، أهل الكرم والجود في كل مجلس، وأهل الفصاحة فول الوقت وامسه، وأهل البواريد المقاميع وام خمس
واهل السيوف وفعلنا ما ندسه ولاهي غريبه يمكن نحرر القدس وتشوف نار هذيل مع كل قبسه ولاهي غريبه يمكن نحرر القدس وتشوف نار هذيل مع كل قبسه من سابق الايام ما هو قبل امس وهذيل ترهب جني الكون وانسه من سابق الايام ما هو قبل امس وهذيل ترهب جني الكون وانسه واختامها مني عدد مطلع الشمس سلام من شاعر بعد فاض هجسه صح لسانك ايضا لازلنا متواصلين مع الشعر ومع شاعر كبير ومعروف الشاعر عطله القارحي الهذلي فليتفضل السلام عليكم مساكم الله بالخير انا ذا الليل ناوي ويش ناوي نويت اشارك الحر النداوي خوي بيني وبينه علم غانم ولا لي عذر من حضره عطاوي انا ذا الليل ناوي ويش ناوي نويت اشارك الحر النداوي خوي بيني وبينه علم غانم ولا لي عذر من حضره عطاوي ولا اخوانه ولا من كل ربعه هل الواجب بعيدين الهقاوي سلام الله على من هو دعاني سلام ارها من العد الرهاوي مكمل سلام الله على من هو دعاني سلام ارها من العد الرهاوي مكمل بالغلا معطر بالغلا كامل مكمل ودهن العود كمبودي وجاوي على سموانة دازبنا المجنة هل التاريخ يا نعم العزاوي لو امدحهم بكل اللي نعرفه عليه بالحرام مسي جلاوي ويكفيهم لياق الناس ليم ولولا الفعل ما سموه غاوي لو امدحهم بكل اللي نعرفه اخاف امسي بعد مدحي جلاوي ويكفيهم لياق الناس ليم ولولا الفعل ما سموه غاوي ونحفظ له مع القرح مواقف كسب فيها الثنا ما هي حكاوي ونحفظ له مع القرح مواقف كسب فيها الثنا ما هي حكاوي عطينا ما عطينا غير نبذة عن اللي صيتهم للمجد حاوي قبيلة من هذيل أهل المواقف وهم ربعي من زحت النزاوي هذيل الخيل والجيش الأصايل أهل المعصم بركن البيت لاوي وهم درع الحجاز إنجاز وصفي ونسندها لذمة كل راوي وهم لإسلامنا مصدر وقوة مددهم نصرة الدين السماوي وهل مذهب وهل حجة قوية ليعدهم صدرت الدعاوي ومدعاة الفخر في كل ديرة وهذا الحق يوم أقسم وساوي وأنا يا أهل الفكر عندي رسالة تعدي الميلة الوقت القساوي خلاصة علم من يثنى عليهم بنص القول في شرح الطحاوي فلا ينفعك جاهل لا بتقوى ولا يغنيك عن فضلها غناوي ففكر في الزمن والفكر جايز ميز في المحاسن والمساوي تحركنا شعارة العروبة والأصل الدين والباقي غثاوي ليدركنا مفاهيم الشريعة وفرعنا كما السيل النحاوي يعود مجد الإسلام الحقيقي ولا يفتيك غير أهل الفتاوي لشك إن البشر حسب المصالح على قانون يجرح ما يداوي ومصداقية العالم تغير حسب ثروة رصيدك كم تساوي وميزان القوى حسب التسلح ولو ملبوس كلبشت الحساوي تكون أو لا تكون أنت المخير كفينا شر من بعض البلاوي فكم من مرة تصدق رفيقك ويكشف لك منه مكان ناوي يا ليت الناس فيهم وسم بين وبين لك وتعرف من تخاوي وسلامتكم صح لسانك ولقد أشبعتنا شعر يا عطى الله ولله درك نعود إلى الشعر ومع مشاركة من الشاعر عبد العزيز بن حجري الندوي الهذلي فليتفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نبارك لفارس هذه الليلة عطية بن سعيد الندوي، ونقول الله يقدمه على خير إن شاء الله. الله يمسيكم في هالحفل بالخير، والله يجمني الكسبة الجميلة، ويا مرحبا وإعداد ما غرد الطير، وإعداد ما الفلاح يجني حصيلة، وإعداد ما هاج البحر حزة عصير، وإعداد ما هلت مزون المخيلة، ترحيب بالضيفان واجب وتقدير، باسم الحصون النايفات الظليلة، لجلك يا ابو صاطي قطعت المشاوير، ولجلك يا ابو صاطي عسفت الأصيلة، لجلك يا ابو صاطي قطعت المشاوير، ولجلك يا ابو صاطي عسفت الأصيلة، مالي عن بيوت المدايح معاذير، وانت عطية والكرم تنتمي له، كريم في مدتك ما منك تقصير، مثل المطر لا هل وبلها وسيله، ابوك من قبلك يعشي طوابير، وانت حملت اسمه وجبت الجزيله، والله لو ان الكرم له تقارير يمديك اخذت الاوله كل ليله، والله لو ان الكرم له تقارير يمديك اخذت الاوله كل ليله، باسمك يا ابو صاطي نسوق التباشير، وحبيت ارحب باسم كل القبيله، يا مرحبا واعداد ما رفرف الطير، واعداد ما هلت مزون المخيلة. المشاركة الثانية باسم درع الحجاز يقول: بسم الله أبدأ والقصيدة حسب قانون ونظام، أبدع قوى فيها ورتبها وشوش بقولها، من بعدها يا من حضر وبداية البيت السلام، والناس قالت خاطب العالم بقد عقولها، من دون ذكر مقدمة ولا خير في طول الكلام، أبمدح اللي في المواقف مسرجات خيولها، ربعي هذيل أهل الكرم ربعي تضيم ولا تضام، ربعي لها التاريخ يشهد عرض الأرض وطولها، درع الحجاز وعسكر البارود في وقت الزحام، وقفاتهم بين العرب تحسب بزودة أفعولها، أخوال أبو القاسم وصف هذيل ما فيها انقسام، إليان وينا مستحيلة بالصميلة انطولها، رد ابراهيم من فضل ربي لا يجي البيت الحرام، والترك في اسطنبول ردوها على اسطنبولها، رد ابراهيم من فضل ربي لا يجي البيت الحرام، والترك في اسطنبول ردوها على اسطنبولها، تاريخنا حافل بالانجازات من عامنا لعام، والحرب نطرب لا سمعنا صوت دق اطبولها، نارد على حوض المنيه بالذخيره والحزام، ورد المنايا عندنا وهذيل هذه اسبولها، هذه فقط نبذه عن الهذلان عالينا المقام، اللي يشرف صيتها بين العرب بفعولها، قلته واقوله وافتخر، ولي الفخر قبل الختام، من هذيلي ولي الشرف وهذيل محد الحوله، سلامتكم. ايضا لا زلنا متواصلين مع الشعر، ومشاركه من الشاعر سعد ابن رده الندوي الهذلي يلقيها نيابة عنه شاعر الرجز عايد السفياني، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشاعر سعد أصر أن يلحن القصيدة حقته، وإن شاء الله أنها تجملنا إن شاء الله. يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا مرحبا يا مرحبا ورست في قصر الرمال، ورحبت بكبار القوم وصغارها في حفلة ابن سعيد للشجاع الكمال، من بيت عز وكرم ما تنطفي نارها،
وعند تلقى دلال الكيف وبهارها أبو عطية شجيع من ثقات الرجال عساه في جنة الفردوس وانهارها وان جيت بمدع علي شيخا كريم السبال إلي أقعد للخصوم يعمي أبصارها شيخان على أساس ما خذ شيخة بالريال ولا قعد للرجال وطش محضارها علي علي بالرمح رمح ما قيد مال إلا على الحق وأهل الحق يختارها يا الله عسى يرحم المولى عزيز الجلال عقب رجالا شجاع وتحكم اشوارها ونقول ما مات من خلف وعقب عيال خلف رجالا تطول المجد بشبارها انمور بفعالها ترسي سوات الجبال يا من بها المغترق لحل في قطارها ولي ندى كل ابوهم للخوي راس مال وتقوم دون الدخيل وترخص اعمارها وهذيل قام اليمن وهذيل قام الشمال قبيلة بمشايقها وشعارها بقيادة الشيخ ابو ركان في كل حال الشام خلي يمين الدرب ويسارها وقف لشمس الضحى واضفى علينا الظلال وكل نفس يعاملها بمقدارها تمت وصلوا على الهادي محمد وال قلوا ما شاء الله على الحفلة وحضارها اسمحونا اسمحونا على الصوت اسمحونا اسمحونا والله طيب بيض الله وجهك الآن مع قصيدة للشاعر مشعل الندوي الهذلي فليتفضل السلام عليكم ورحمة الله أولا أبارك لفارس هذه الليلة ولا أقول له إلا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم في خير يا الله يا منشي من المزن همال يلي توفق من رجاك وتعينه اكتب لنا وسط الصحف زين الأعمال يا الواحد اللي كلنا نستعينه من بعدها يا هاجزي هات الأمثال في حلة للطيب بيني وبينه عطية هلي بالكرم خير مدهال رجال وافي والعرب خابرينه والضيف له عند المعازيب فنجال فنجال كيفا والكرم بالكرم سايقينه يا مرحبا ترحيب صادق من البال إعداد من زهر الحرم والمدينة وإعداد وقفات الرجاجيل الأبطال حياكم الله في الحلال الثمينة حلة رجال الطيب في كل منزال اللي تقدم للضيوف السمينة من جدهم جابر لهم مجد ما زال والمجد فيهم دامهم وارثينه بعده عطية شيخ والحق ينقال تشهد له الحكمة ومدت يدينه بعده رميح وللصعيبات حلال خلف سعيد الشيخ يا عارفينه سعيد دندون المواقف والأفعال خلف عطية حي زوله وعينه عطية هاللي ما نقص ربع مثقال عن فعل ربعه جعل تبطي سنينه معرب الجدين معرب الجدين والعم والخال للضيف ما عمره عقد حاج بينه كساب قولة نعم في كل الأحوال يوم من كل النجدة من يمينه
كساب قولة نعم في كل الأحوال يومن كل نجدته من يمينه والشيخ عمه طيب الذكر والفال علي رميح اللي قهر طامعينه يجعل يبطي عمره أيام وليال شيخ الشيوخ وبلو فاذاكرينه من عزوة تذكر على مر الأجيال ألاد مرزوق أشرف محرزينه العزوة اللي سهمها سهم قتال رجالهم ما ذاق طعم الغبينة واختامها ما جبت قيلا ولا قال الطيب طيب وعزوتي فاعلينه صلوا على المختار في كل الأحوال نبينا اللي بلو نبينا اللي كلنا تابعينه. هاي هاي العشاء نختم بكلمة ختامية مسك الختام مع الشيخ سفر السويهري حاتم هذي. الله يقويكم. الله يمسيكم بالخير جميعا. في البداية بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أصحاب المعالي والفضيلة شيوخ القبائل رجال الفكر رجال الأدب رجال الإعلام الشعراء نحيي الجميع بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فالبداية نتقدم ونزف أسماء آيات التهاني والتبريكات لفارس هذا المساء الأخ العزيز والرمز الهذلي المشرف في جميع المحافل فهو شيخ وفارس ورماي من الدرجة الأولى يشهد له القاصي والداني وهذا ليس بغريب عليه ولا على أبناه ذيل فارسنا في هذا المساء وعطية بن سعيد الندوي الهذلي نبارك له ونسأل الله العلي القدير أن يبارك له وعليه ويجمع بينهم في خير. نعيد ونكرر أبدا شكرنا وتقديرنا لقبيلة الندوية بالصفة عامة والأخوان الله يبيض وجيههم اللي حضروا لي في المعرض ودعوني الشيخ ويشم وربعه وفارس هذا المساء. والحقيقة الشيء اللي أخرنا عندنا مناسب وحفل ثاني في مكة عند الشيخ تركي بن بريك السعيدي الهذلي وحضروا له في هذا المساء عدد من القبائل من زهران وعتيب وعدد من القبائل. هذا الشيء اللي أخرني عن هذا الحفل. ألا والله يشرفني أن أكون من العصر هنا. عيد وكرر شكري لقبيلة الندوية والله يبيض وجيهكم على حسن الاستقبال وكرم الضيافة وهذا الشيء ليس مستغرب عليكم فأنتم أهل الكرم والطيب والعلوم الغانمة كافة. وقبل أختم كلمتي في بكرة إن شاء الله حفل أنا مسويه وتحت إدارتنا في نادي الفروسية في مكة سباق الخيول العربية والخيول الإنتاج وسباق على مستوى مكة المكرمة ولجميع فرسان مكة من الخيالة. السباق يبدأ بعد صلاة العصر في مقر مضمار الملك عبد العزيز اللي بعد ملعب الشرائع. يبدأ بعد صلاة العصر هناك أكثر من 15 خيل لهذيل من الخيول العربية الأصيلة مشاركة وهناك آلاف الريالات مقدمة في الحفل مقدمة هدايا الأول في الشوط الأول والثاني والثالث المراكز الأول وكؤوس ودروع وهدايا عينية وهدايا نقدية. يشرفنا حضور الجميع. من بعد صلاة العصر يبدأ الحفل وعفوا السباق وينتهي قبل صلاة المغرب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يحييكم الله يحييكم جميعا. بهذه الكلمة نختم حفلنا الخطابي. ضيوفنا الكرام نشكر لكم حضوركم واستماعكم ونرجو أن حزنا على رضاكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.